تعال بقى نلحن الموضوع ده. بص كده بيقول لك ايه، بيقول لك وانت ماشي من الشمال لليمين كده الريديوس بيقل، بس بيقل بالراحة لدرجة ان بيبقى الريديوس كونستانت قد بعض يعني من اول الكروميوم للكبر. تمام؟ لا استنى بقى استنى، ده انا لازم نلحنها بالقلم دي. بص يا ابني، اوكي سكانديوم تيتانيوم فانيديوم كروميوم مانجانيز ايرن كوبالت نيكل كبر. وانسى الزنك. ليه انسى الزنك؟ ما خلاص بقى، مش احنا قلنا الزنك ده الدي 10 وهو اتوم وهو اين، فقلنا تو بي مش ترانزيشن اليمنتس. طب الاتوميك نمبرز 21 22 23 24. انجز يا مستر. حاضر يا ابني، انجزنا. بيقول لك انك وانت ماشي كده من الشمال لليمين، وانت ماشي كده 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 كده، ايه اللي بيحصل؟ قال لك اللي بيحصل ان الريديوس بتاعهم، العب يا مستر، بيقل. طب ما ده العادي، ما ده العادي من تانية سنة وهي ماشي كده من الشمال لليمين الريديوس بيقل. بس اللي مش عادي ايه بقى؟ قال لك الريديوس بيقل بس ليتل، الريديوس بيقل بس بيقل حاجة صغيرة، لدرجة ان من اول الكروميوم، من اول الكروميوم لغاية الكبر تقريبا الريديوس ثابت. يعني الكروميوم الريديوس 1.7 انجستروم، المنجنيز 1.7 انجستروم، الايرن 1.16 1.16 1.16 1.7 تي. يعني الريديوس من كروميوم بدا 1.17، الكبر 1.17. يعني الريديوس كونستانت في المنطقه دي. يعني ايه الريديوس كونستانت؟ يعني السايز بتاع الكروميوم اتوم قد المنجنيز قد الايرن قد الكوبالت، ده حجم الاتوم قد بعض. ليه الريديوس بيقل بس بيقل ليتل؟ ليه بيقل بيقل بالراحه؟ الاجابه قال لك ديو تو تو اوبوزيت فورسز. ريديوس بيقل بس مش جامد، قال لك بسبب تو اوبوزيت فورسز. فلو قال لي جيف ريزون بقول له الاجابه، دلع يا مستر بالاخضر، الاجابه بقول له العب ديو تو. هو انت ليه بتتكلم كده يا ابني؟ ما انت بتنام قدامي. ما انا بعرفش ارقص ولا اغني يا جماعه، فبحاول على قد ما اقدر بقول لكم اقلد المدرس بتاعي اللي كان بيشرح لي كيمستري، كيمياء ثانويه عامه سنه 88، كان بيشرح بالطريقه دي. فبصراحه طريقته دي ما كانش بتنيمني معاه، فبحاول اقلده. ديو تو ده مدرس 88، يعني عالم كبير، خلي بالكم مدرس زمان كان مدرس. ليه يا مستر ريديوس بيقل بس مش جامد؟ ديو تو تو اوبوزيت فورسز. الفورس الاولى الساب الاولاني او القوه الاولى، بيقول لك واحنا ماشيين من الشمال لليمين كده الاتوميك نمبر 21 22 23 24، قال لك وانت ماشي كده، وانت ماشي كده من الشمال لليمين، الاتوميك نمبر بيزيد. ولما الاتوميك اكتبها والله مش هكسل، الاتوميك نمبر بيلعب بيزيد. ولما الاتوميك نمبر يزيد، ها، عدد البروتونز بيزيد، وكمان عدد الالكترونز بيزيد. فعلشان كده
الاتراكشن فورس بتاعت مين؟ بتاعت النيوكليوس بتزيد. ولما اتراكشن فورس النيوكليوس تزيد الراديوس يقل، يبقى الفورس الاولى بتخلي الراديوس بيقل. مش مقتنع مستر، انا مش مقتنع. انا مقتنع ان لما عدد البروتونز يزيد جوه النيوكليوس النيوكليوس تشد، بس انت بتقول لي ان عدد الالكترونز لما بيزيد الاتراكشن فورس بتزيد. بص يا ابني، الاسكانديوم اتوميك نمبر كام؟ 21 يا مستر. يعني عنده في النيوكليوس بتاعته كام بروتون؟ 21. وعنده كام الكترون؟ 21 الكترون. ده عنده 22 بروتون وعنده 22 الكترونز. ده عنده 23 بروتون و 23 الكترونز. كل ما عدد البروتونز والالكترونز، عدد البروتونز والالكترونز، عدد البروتونز والالكترونز يزيدوا الاتراكشن فورس تزيد. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده بقى؟ يبقى نحكم الفيزيكس ما بيننا. الراجل بتاع الفيزيكس الراجل كولوم، الراجل كولوم قال لك ايه؟ قال لك ان الفورس اوف اتراكشن، الفورس اوف اتراكشن بتوين تو ديفرنت تشارجز. يعني ايه تو ديفرنت تشارجز؟ يعني بروتونز بوزيتيف والكترونز نيجاتيف، الاتراكشن ما بينهم بيزيد كل ما الاماونت تزيد. قال لك ان الفورس اوف اتراكشن دايركتلي بروبورشنال مع كيو 1 كيو 2. كيو 1 عدد البروتونز، كيو 2 عدد الالكترونز. يبقى بص، ادي كيو 1 ادي كيو 2 كيو 1 كيو 2. يبقى كل ما كيو 1 وكيو 2 يزيدوا كل ما الاتراكشن ما بينهم تزيد. يعني ايه الاتراكشن ما بينهم؟ الاثنين بيشدوا في بعض، بس مين اللي هيشد اكتر؟ النيوكليوس عشان ثابته الالكترون بيلف. مين اللي هيشد اكتر؟ النيوكليوس عشان تقيله والالكترون خفيف. يبقى كل ما عدد البروتونز والالكترونز يزيدوا الاتراكشن فورس تزيد فالراديوس يصغر. دي الفورس الاولى. طب الفورس الثانيه، استنى هدلعك بالالوان، امشي امشي. الفورس الثانية، اسمع الفورس الثانية، ها اوكي يلا يس. الفورس الثانية قال لك واحنا ماشيين من الشمال لليمين، من اول الاسكانديوم للكبر، وزع كده الاسكانديوم 21، لو وزعناه هتطلع الدي، هتطلع الدي الدي سب ليفل بتاع الاسكانديوم. يس الدي سب ليفل بتاع الاسكانديوم في واحد. طب اخوه اللي بعديه دي اتنين، اللي بعديه دي تلاتة، دي اربعة، دي خمسة، دي ستة، دي عشرة. ايه ده؟ يعني من الشمال لليمين عدد الالكترونز بتاعة الدي بتزيد. واحنا قلنا من زمان ان الشقة دي خمس اوض، خمس اوض زحمة، شقة زحمة. كل ما الكترون يزيد كل ما الزحمة والريبالشن بص على ريبالشن، شايف بقول ايه؟ ريبالشن ايديا بتزيد كده صح؟ يبقى كل ما عدد الكترونز الدي تزيد الريبالشن ما بينهم تزيد، ولما الريبالشن تزيد الراديوس يزيد. ايه ده؟ يعني كل ما عدد الدي الكترونز يزيد الريبالشن فورس ما بينهم تزيد. ومعنى ان الريبالشن فورس تزيد ده معناه ان الراديوس يزيد. الله، يعني انا عندي تو فورسز، واحده بتصغر الراديوس واحده بتكبر الراديوس، بس مين اللي بتكسب؟ اللي بتصغر. هعمل اتنين صح على الفورس اللي بتصغر الراديوس، وصح واحدة على الراديوس اللي بتكبر. ليه يا مستر؟ يا ابني ما هو بيقل الراديوس، الراديوس بيقل بس مش جامد بسبب الفورس التانية. اذا وانا ماشي من الشمال لليمين تمام،
من اول السكانديوم للكبر الراديوس بيقل بس ليتل، الراديوس بيقل بس ليتل براحه، لدرجه انه كونستانت من الكروميوم للكبر. ليه؟ قال لك ديو تو تو اوبوزيت فورسز. الفورس الاولى قال لك الاتوميك نمبر لما بيزيد عدد البروتونز والالكترونز بيزيدوا، فالاتراكشن فورس بتزيد فاسحب لجوه، الراديوس بيصغر. الفورس الثانيه قال لك سكانديوم دي 1 اللي بعده دي 2 دي 3 كل ما عدد الكترونز الدي يزيد الريبالشن فورس ما بينهم تزيد، فالراديوس ايه يزيد.